السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التحديث ممتاز صراحة. أول شيء حاب أعلق عليه اللي هو تغيير استعراض ملف اللاعب بهذا الشكل، وأيضا لما تشيك على لاعب يعني تعرف حضارته من الشعار اللي عليه. طبعا من الإعدادات غيروا اللي هو الجرافيكس، فبنتأكد الآن. لا والله صراحة ممتاز، أحس بسلاسة بالحركة، إن شاء الله ما يخربونه. بس أيضا من الإعدادات في خاصية ضروري أنك تفعلها طبعا، اللي هي لما تتغلب على قوات الهدف مسيراتك تثبت ما ترجع للمدينة. أحجار التحويل طبعا هي تأتي من أحداث، تأتيك من الماركت هنا، ولكن خلينا نختصرها عليك. أولا يعني صار عندك مجال تحفظ العتاد عندك اللي هو نفس المعدات وتغيرها مثل ما تحب، بدل ما تغير من ملحق لآخر، لا صار عندك مجال تحفظ أكثر من إعداد. ثانيا تحويل الخصائص للملحقات هي فقط للملحقات الأسطورية المنقوشة، يعني ملحق أسطوري ما عليه نقش هذا ما تقدر تحول عليه شيء، حتى لو كان ملحمي وعليه نقش برضو ما تقدر تحول عليه، لأنه هو مبدئيا يعني حددوه على هذا الشكل أن ما تقدر تحول خصائص أي ملحق أسطوري إلا لما يكون عليه نقش. بس انتهينا. ثالثا التحويل الواحد يكلفك كم؟ 5 أحجار، وطبعا كاتب لك هنا 10 مرات للملحق الواحد، يعني ما عندك تغييرات أكثر من 10 مرات على الملحق الواحد، هذا حدك. رابعا إذا كنت تسعى للضرر الكلي، طبعا لاحظ هنا في ترتيب معين، يعني خصائص الملحق الأولى والثانية ما رح يكون فيها احتمالية أنك تأخذ ضرر كلي أبدا، على عكس الخاصية الثالثة طبعا فيها احتمالية ضرر كلي. تقدر تقفل الخواص اللي تبغى تحافظ عليها طبعا، وتترك اللي أنت تبغى تغيرها كذا. خامسا وأخيرا إذا ما أعجبك اللي هو التحويل، تقدر تتجاهل بكل بساطة وتبقى نفس ما هي، أو أنك توافق على الاستبدال. أضافوا أيضا قادة المشاه الملحمي بريكلس والأسطوري بيروس اللي راح نتكلم عنه بشكل مفصل على قناة رايز العربية، وأيضا أضافوا الحضارة اليونانية، وهذه هي أبرز تغييرات التحديث الجديد. يعطيكم العافية على المتابعة، نراكم على خير، في أمان الله.